باشمهندس عمر، ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. حلو. زي عرفنا كده مين باشمهندس عمر وليه حضرت ديفيجن سامت 2024؟ بص، انا عمر امام، فاوندر وسي او جي مايند. احنا كنا موجودين في ايديو فيجن، كنا بنقدم وركشوب عن الجيم بيزد ليرنينج والجيميفيكيشن للتيتشرز، بس احنا نخليهم اقرب اكتر ازاي يستخدموا التولز دي جوه الكلاس روم بتاعهم، وازاي يقدروا يخلوا الاطفال والستودنتس يشتغلوا بالموضوع ده. جميل جدا. دي اول سنه في ايديو فيجن؟ تاني سنه. حلو جدا. شايف ايه اكبر استفاده من ايديو فيجن صامت 2024؟ يعني اكتر حاجه ان احنا بنقدر نريتش التيتشرز اكتر، نقعد معاهم نانجيج معاهم، فده من ناحيه بيخلينا نقدر نديفلوب شغلنا، ومن ناحيه تانية نسمع النيدز بتاعه الاندستري كلها، سواء بقى كان من تيتشرز اونرز للسكولز، وكل الستيك هولدرز تقدر تجمعهم في مكان واحد فتوصل منهم لاعلى معلومات تساعدك يمكن في السنه كلها بعد كده. حلو جدا. تنصح بايه المشاركين في ايديوفيجن صامت بشكل عام؟ بص، يعني يمكن اكتر حاجه مثلا فرقت معايا السنه دي ان انت جاي حاطط تارجتس معينه او ميتريكس معينه تقيس بيها شغلك. فانا مثلا قاعد مع التيتشرز عايز اقيم 1 2 3 في شغلي. اوكي. ففكره ان انت جاي حدد الجولز او الميتريكس انت تقيس بيها دي حاجه مهمه جدا. حاول برضو تبالانس ده مع ان انت برضو يعني في كونتنت جميل جدا، يعني سواء انت كنت اكزيبيتور او حد بيعرض حاجه او حتى اتنديه، فكره ان انت مبلان الموضوع قبل ما تيجي. أوكي. هيفرق معاك جدا في في المعلومات اللي انت هتاخدها نفسها. جميل جدا. هل شركتكم بتقدم اوفرز للناس اللي حضرت ايديوفيجن سامت السنه دي؟ طبعا. احنا كنا يعني التيتشر كنا بنعمل معاه بالظبط، كنا الاول بنشرح له الكونسبت عموما، مش شرط ثرو جي مايند بس، وفي نفس الوقت كنا بندي له اكسس ان هو يجوين الكوميونتي وان هو ياخد التولز يجربها بنفسه ويتخيل التجربه. طبعا في الاول كان بيجربها. ده هتكون وقت قد ايه؟ يعني لو هتقول دلوقتي اوفر للناس اللي بتسمعنا او بتشوف ال بس احنا الناس تقدر تجوين معانا الكوميونتي، يبداوا ياخدوا فري ترايلز لمده شهر على الابلكيشنز المختلفه. أوكي. عندنا ثرو الكوميونتي بتاعنا. جميل جدا، شرفت بيك جدا، وان شاء الله يكون فيديو مفيد للناس باذن الله. ان شاء الله. شكرا.